دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والوضع العالمي المتغير بكل مخاطره. وقال أبو الغيط في كلمته أمام كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان تحت عنوان المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على العمل العربي المشترك، قال إن نقطة الارتكاز في هذه الاستراتيجية تتمثل في تعزيز الدولة الوطنية العربية، بخاصة تلك الدول التي تواجه الأزمات وتحتاج قبل أي شيء إلى ظهير عربي مساند لاستعادة الاستقرار والإسهام في إحلال التسويات السياسية المطلوبة ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية والخارجية المدمرة.